شباب كتير جدا بيحاولوا يخرجوا من دايرتهم الضيقه وينزلوا ويعملوا خدمات في المجتمع. النهارده معانا مثال ل يعني مجموعه من الشباب اللي قرروا ان هم يعملوا نشاط جديد، نشاط ليه علاقه كمان بدراستهم، ونشاط علشان يجمل شوارع مصر ويجمل كل الحاجات اللي احنا بنشوفها يوميا واخدينها كده يعني بنتفرج كده عليها وما بناخدش بالنا انه ده احنا محتاجين فعلا نجمل هنا عشان يبقى في شكل حضاري او صوره حضاريه او كده. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن فريق احلم او عن نشاط احلم، اسمحوا لي اصبح واقول نهاركم سعيد لمجموعه من الشباب اللي معايا، من طلال شهيب وهي نائب رئيس نشاط احلم. صباح الخير، نهارك سعيد. وايضا معانا صالح مجاهد وهو مسؤول الموارد البشريه في نشاط احلم. صباح الخير. طبعا في البدايه عايزه اعرف انتوا في اي سنه دراسيه؟ انا في سنه خمسه هو سنه رابعه. انا سنه رابعه. خمسه وسنه رابعه، انتوا طلب كليه هندسه. وخلاص يعني تقريبا يعني بتخرج السنه الجايه على ابواب ان انت خلاص السنه الجايه. فكرت ازاي في فكره هذا النشاط، او النشاط ده اصلا هدفه ايه؟ بتعملوا ايه؟ هي فكرة النشاط كلها جت عن طريق انه في صورة اتاخدت في project من projects بتبين النايل تاور وقدامه الحتت كلها اللي هي العشوائية، العشوائيات اللي موجودة ورا المنطقة بالظبط على الطوب الأحمر وكده، فكان الفرق شاسع ما بين ده وده، فاحنا حسينا ان احنا بإيدينا نقدر نغير الفرق ده والجاب الواسع ده، وان احنا نقدر نقلله ونغير فيه، خصوصا ان هي حاجه قريبه من دراستنا ونقدر يعني نحط فيها علم كمان. انتوا بتتكلموا على منطقه رود الفرج والسبتيه اللي موجوده على الكورنيش، والحقيقه يمكن الصوره دي انتشرت بقى لها كذا سنه وكنا كلنا علقنا نفس التعليق انه ازاي يبقى في ابراج جميله قوي كده ووراها مباني عشوائيه مبنيه من اهالي بدون اي مراقبه او اي حاجه، فقررتوا تعملوا فيها ايه؟ يعني غيرتوا هنتوها؟ بدأنا بخطوة عملتوا ايه؟ بدأنا بخطوة ان احنا نعمل حاجة، احنا مش مجرد ان احنا نشوف الصورة دي ونقعد نكومبلين او نتذمر زي ما بنقول، احنا بدأنا ناخد خطوة. تطنش بالظبط، في ناس بتتذمر وفي ناس بتطنش، صح؟ بالظبط. احنا لا، احنا قلنا هننزل وناخد خطوة ايجابية تجاه الموضوع ده. ايه بقى الخطوات اللي يعني احنا شغالين على كذا مشروع، اول واحد اسمه طريق اخضر. طريق اخضر ده اي حاجة ليها علاقة بالشوارع عامة، نظفت الشوارع، الحفر كنوع من انواع موطة الاذى، المطبات اللي كنا بنلبس فيها عشان مش بنشوفها ندهنها، اي اللي هي الانفراستراكشر او البنيه التحتيه للشوارع. للشوارع تاني مشروع اسمه لونها، ده بقى العمران عامة، ترميم، تسقيف، دهانات. يعني الناس ممكن شويه تتريق على موضوع الدهانات وكده، بس هو بيفرق في نفسيه البني ادم طبعا. ان انتوا تمشوا كده تلاقوا الدنيا طوب احمر وكئيبه، غير خالص ان انتوا تمشوا تلاقوا الدنيا ملونه ومبهجه حواليكوا، هتخليكي رايحه الشغل حتى قادره تشتغلي يعني. لا، وفي نفس الوقت كمان مراعاه تناسق الالوان، يمكن احنا مثلا ببقى سايقه على الدائري ولا حاجه وبلاقي الناس تاهلين عماراتهم كل عماره لون اخضر احمر كده الوان مختلفه، فلكن انتوا عاملين مجموعه اكيد باليتا من الالوان ماشيين عليها، صح؟ يعني احنا اول مشروع ده هنا كان في الصف، عملنا كتاب في الصف، وكنا يعني عملنا قبليها بقى بحوثات انه ايه الالوان اللي تقدر تخلي الطلاب اللي جوه الكتاب ده يركزوا وتبقى الوان مبهجه برضو. فلحد دلوقتي المركز اللي احنا يعني البتاع ده بيتعمل فيه كل الايفنتس اللي في القريه، بيبقى هو المصدر اللي كل الناس عايزه تعمل فيه اي حاجه في القريه بيروحوا له، فبقى مصدر بهجه في القريه. فهي دي كانت فكره الالوان في لونها، بس مع الحاجات التانيه عندنا مشروع اسمه دور. دور ده شغالين على ان احنا الزباله بدل ما نرميها وتتحرق او بتروح وات ايفر فين، ان احنا نعمل منها منتجات، والمنتجات دي نبيعها بحيث ان احنا نأوار الناس بفكره الريسايكلينج عامه، عشان دي فكره مش موجوده خالص في مصر. طب صالح، يمكن فكره الريسايكلينج هي فكره كويسه جدا، اعتقد ان كل ما مستوى التعليم بيعلى اكتر بيبقى في تقبل ان احنا فاهمين لا دي ممكن تبقى ريسايكلد او ولا لا، او ينفع يتعملها اعاده تدوير ولا لا، ولكن لما بتيجوا تنزلوا للاحياء الشعبيه او العشوائيات بيتقبلوا الفكره دي ازاي؟ هل بيتعلموا بسرعه انه على فكره ده ازاز ممكن يعاد تدويره مره اخرى، او ده بلاستيك ممكن يعاد تدويره مره اخرى، ولا لسه بياخدوا وقت شويه عبال ما بيفهموا الحاجات؟
هو بالنسبة للمناطق اللي زي دي هو هيبص على الشكل النهائي للحاجة، هو مش هنقول له مثلا الإزازة لا، ان هو البلاستيك دي يعرف الاول انه يفصلها، بالظبط. بيعرف. بدأنا الموضوع دوت في جزيرة الدهب في المعادي. جزيرة الدهب دي جزيرة محاطة بمياه في كل حتة، الزبالة اللي بيعملوها يا إما بيرموها في النيل يا إما بيحرقوها، فالاثنين اوحش من الاتنين بعض. أوحش من بعض. احنا نزلنا حاولنا نوعي الناس بأهمية إن ده غلط على البيئة وعلى نفسكم، بالنسبة بفكرة إن احنا نريسايكل الزبالة دي أو نرميها في المقالب الحكومية. ففكرة فصل الزبالة وفكرة إن احنا نفهمهم إن ده كنز مدفون ممكن نستفيد بيه، بدأنا فعلا نوعي الناس بحاجة زي كده في جزيرة الدهب. وبدأوا هم بعد ما شافوا بقى المنتجات اللي طالعة بدأوا يفهموها بدأوا ويقدروها. يستجيبوا، بدأوا يفهموا، بدأوا بس عامة هي المشكلة مش بس في العشوائيات، يعني هي مشكلة الريسايكلينج دي حتى في الناس اللي عادي اللي متعلم بنكسر بتعلمها وعارفة أهميتها. ده حقيقي برضو، يعني عادي مش بيعملوا أو ما عنديش مكان، أو دي ازازة بلاستيك بس ما عنديش مكان أعمله دلوقتي على جنب، فانا مش عايزه بالظبط. اكركب فبروح راميه كل مره. الموضوع بدأ يبقى دخل في حته ان هو بقى ثقافه عند الناس، بقى تقاليد، عادات وتقاليد. ازازه بلاستيك خلصت برميها، انا ما فكرتش ان انا ممكن اعمل بيها حاجه تانية. هل تعاونتوا مع اي حد من الوزارات المعنيه، ممكن مثلا وزاره البيئه، احنا المحليات، اي حد يساعدكم؟ احنا كنا عندنا مشروع في الدويقه تسقيف، وكان في حته كده هي دمب زباله مليانه زباله وكده، فكنا كلمنا وزير البيئه في الموضوع ان احنا عايزين نبتدي نشيل الزباله دي لان هي فوق الكابابيلتي بتاعتنا ان احنا نشيلها، وعشان نعمل فيها مركز ثقافي او نعمل فيها حاجه تفيد اهل الدويقه وكده. بس يعني شغالين في الموضوع، ما فيش حاجه لسه اتعملت قوي، بس يعني ازاي جمعتوا بعض؟ ازاي فجأة كده اكتشفتوا ان انتوا بتشاركوا نفس الحلم وقررتوا ان انتوا لا احنا عايزين نعمل حاجة مختلفة؟ هي الفكرة بدأت من صورة زي ما منى حكت. الصورة دي بدأ الناس بدأنا نتجمع، يعني الناس اللي عندها نفس الهدف، الناس اللي عايزة تعمل حاجة إيجابية مش مجرد صورة عدت زي أي صورة بنشوفها. بدأنا في الجامعة ان احنا نجمع بعض من الحتة دي، انا عايز انزل اعمل حاجه في الشارع، او عايز اعمل اي حاجه ايجابيه في البلد. من الاتجاه ده بدانا نجمع بعض، ولقيت سهوله. يمكن احنا عندنا مجموعه دلوقتي من الصور هتعلقوا لنا برضو عليها. لقيت سهوله في ان بتعرفوا تتواصلوا لبعض، بتعرفوا تعملوا اجتماعات، تعرفوا كده. هو الموضوع في الاول كان صعب قوي لان احنا كنا، يعني هي ساره اول واحده شافت الصوره وقررت تعمل حاجه، بعدين جابت حسن وبعدين جابوني، فكنا احنا الثلاثة بس اللي شغالين على الفكرة. كان الموضوع صعب قوي، فجأة الموضوع بدأ ينتشر. كنا في الجامعة يعني بيقولوا لنا ان احنا كلوب الثلاثي من كتر ما احنا كنا احنا الثلاثة بس. بعدين لما دخلنا الجامعة از كلوب جوه الجامعة بقينا 150 واحد، وكل بقى مشروع بيبقى ليه الميتنجز بتاعته بالبروجكت بالبلان بتاعته، فالموضوع بقى اسهل شويه. بس اول سنتين كان الموضوع صعب قوي. انتوا بتعملوا هنا ايه في الصور؟ ده ايفنت نزلناه اليوم الجمعه اللي فاتت، ده من طريق اخضر ان احنا بنحاول نحل مشاكل الشارع في مصر. بنحاول نسد الحفر، بنسد حفر بنسدها، رصيف بنلونه، تشجير وحاجات زي كده. نزلنا في اليوم ده سدينا حوالي اكتر من 40 حفره، 40 حفرة في شارع واحد، في يوم واحد، في شارعين، في التجمع، في التجمع، في شارع ووتر واي وشارع 90. ساعتها برضو عملنا ايفنت سايكلينج عجل، نوعي الناس بأهمية ان احنا بنحافظ على البيئة، ولونا مطبات. كان الشوارع دي ضلمه قوي، فالمطبات دي كانت مأساة بالليل، فقررنا ان احنا وده حقيقي لان الناس كلها اللي بتسوق وبتبقى سايقه بالليل بتكتشف انه المطبات بتبقى كتيره جدا، مفيش اي علامات، مفيش اي حاجه بتتصرف، على طول بنلاقي ان وده ممكن بتسبب حوادث كتير زي ما انت بتقولي. ايه الاهداف اللي انتوا عايزين توصلوا لها؟ يعني انتوا اكيد بداتوا بفكره صغيره اللي هي زي مثلا فكره المنطقه بتاعت السبتين، انتوا تلونوا وتحسنوا شويه من البنيه التحتيه، دلوقتي بداتوا تروحوا ناحيه ان هنسد الحفر اللي في الشوارع. ايه بقى بعد كده ناويين تعملوا ايه؟ حاليا هي الفكره في اولها، فاحنا دلوقتي بنحط بيز، بنحط اساس للفكره. بعد كده احنا بنفكر في التوسع، الفكره ما تبقاش مجرد جروب في الجي يو سي في الجامعه الالمانيه بس، لا احنا عايزين الموضوع ينتشر في الجامعات كلها، عايزين الموضوع ينتشر ثرو يعني اوفر مصر كلها. الفكره ما تبقاش قايمه على 150 واحد بس، لا احنا عايزينها تبقى قايمه على اتليست 500 الف مثلا. ان لو كل مثلا جروب
مثلا جامعة عين شمس أو جامعة كذا أو كذا عملوا أحلم ومسكوا حتة وخلصوا فيها العمران والشوارع وكده، مصر هتبقى أحسن بكتير. وهو ده فكرة أصلا أحلم كلها، إن إحنا عايزين نمشي في الشوارع. طب هل طرحتوا المبادرة دي؟ يعني هل قررتوا إن أنتوا مثلا تعملوا مبادرة وتلفوا بيها على الجامعات المصرية التانية؟ إحنا ابتدينا من الجامعة بتاعتنا عشان دي أسهل حتة ممكن ندخل فيها، وإن شاء الله لما نحط بيس قوي في الجامعة بتاعتنا هنبتدي بقى نتوسع وكده إن شاء الله. لازم ما يبقى بس تخصص هندسة ولا ممكن يبقى فيه تخصصات أخرى؟ لا لا، إحنا 150 واحد متخصصات مختلفة، صيدلة وهندسة إدارة أعمال فنون تطبيقية. صيدلة ممكن بتلاقيهم بينزلوا يساعدوا. بينزلوا يساعدوا بالظبط. عندنا يعني بروجكت زي لعلمك ده اللي هو توعية وأويرنس أصلا على مشاكل البيئة وكده، اللي ماسكينها أصلا ناس صيدلة فالموضوع عادي، أو أي حد عنده بس الحلم إنه إن إحنا نغير في البيئة والعمران بتاع مصر ممكن يبقى معانا عادي. المنطقة التانية اللي انتوا ناويين تبتدوا تشتغلوا عليها تبقى منطقة ايه؟ احنا اخر فترة كنا شغالين في منطقة الدويقة، نزلنا عملنا تسقيف. الصور دي من الدويقة؟ دي في الدويقة بالظبط، ده الاسبوع قبل اللي فات. دي انتوا عملتوا عملية، عملتوا تسقيف وعملتوا ايه؟ لا هي كانت تسقيف وتسقيف بس، تسقيف وترميم للبيت دوت. وما عملتوش اي حاجة في البنية التحتية؟ ونزلنا امبارح كان في بيت تاني برضه. لا هو الدويقة مش مثلا حفر، يعني احنا ما نقدرش نغير شارع نسفلته كامل، فهي الدويقة كلها كانت رملة وبتاع كده بالظبط. فاحنا اشتغلنا على البيوت لانه دي اهم حاجة بالنسبة لاهل الدويقة، انه ما يبقاش مطر بينزل عليهم او حشرات او حد ينط عليهم او كده. استقبال الناس بيبقى عامل ازاي ليكوا لما بيشوفوا كده مجموعه من الشباب داخلين عليهم بتقول لهم احنا عايزين نصلح لكم اللي فوق ده مثلا، او عايزين السقف، او عايزين نعمل لكم حاجات؟ الناس بتبقى متحمسه، بتبقى يا ربنا يخليكوا تعملونا، ولا بيبقوا متضايقين؟ ولا ساعات بيستخفوا شويه او بيخافوا انه اكيد انتوا مش هتعملوا حاجه، انتوا شويه شباب وكده، وخصوصا في الاماكن اللي هي بيبقى فيها ناس اصلا جم قبلينا كتير وحاولوا يعملوا حاجة وفشلوا او ما عرفوش، فبيبقوا حاسين ان انتوا زيك زيهم، فمش بيبقوا بيشجعونا قوي، فبيبقى محتاج شويه مجهود مننا ان احنا نخليهم يثقوا فينا، يثقوا فينا ان احنا نقدر نعمل كده. بس بعد كده بيبداوا يستجيبوا لما يبداوا يشوفوا على حاجه على ارض الواقع، بيتبسطوا جدا وربنا يكرمكم. بيساعدوكوا لما بيلاقوا فعلا حاجات بدات تظهر وكده. اول ما بيلاقوا اوتبوت يعني على ارض الواقع بيبقى الناس كلها بتشجعنا وبتساعدنا وبيشتغلوا بايديهم معانا كده. لما تتخرجوا بتحلموا بقى بإيه؟ الفكرة احلم مش هتقف على اشخاص، احنا مش لما نتخرج احلم فكرتها هتموت، بالعكس الفكرة هتستمر، واحنا هنساند احلم من بعد ما نتخرج سواء في شغل او مساندة معنوية. احلم فكرة، والفكرة مش مجرد اشخاص، هي حلم مستمر. حلم مستمر، وبدأنا في الجامعة الألمانية وهننتشر ان شاء الله في جامعات مصر كلها. عاملين خط الانتشار يعني عارفين مثلا في 2017 كنا وصلتوا كذا، في 2018 كنا وصلتوا يعني ان شاء الله هو في نفسي على الخطه يعني لو الخطه ماشيه ان شاء الله ونشوف انا هعمل ايه. الحقيقه يعني منى وصالح نورتوني النهارده، انتم مثال جميل جدا للشباب. مش فكره بس ان انتوا كشباب وبتدرسوا خلاص لما ابقى اتخرج هبقى اشتغل ولا اشوف ابقى اساعد الناس في ايه، ولكن لا انتوا قررتوا ان انتوا تعملوا حاجه، وقررتوا ان انتوا ما تتعاملوش ان انتوا لسه صغيرين، قررتوا تاخدوا مسؤوليه كبيره جدا. نتمنى انه يبقى في مبادرات من الجهات المعنيه برضو والحكوميه انها تساعدكم وتشوف انتوا محتاجين ايه، وان شاء الله يعني يكون حد بيتفرج علينا دلوقتي ان شاء الله. بشكركم جدا ونحبكم. هنطلع لفاصل ونرجع تاني نستكمل فقرتنا.